السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ذا دريم في الموسم الثاني. وبنقدم معاكم الحلقة دي إن شاء الله مجموعة من المواهب اللي بنتمنى تنال أعجابكم. وبرحب بزميلي دكتور خالد. أهلا بك دكتور خالد. أهلا بك يا دكتور آيات، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام، متشكرين جدا طبعا لوجودك معنا في الحلقة. وأنا اللي شاكر ليكوا وشاكر ليك وجودك طبعا، وشاكر للمواهب اللي هتكون معانا إن شاء الله، وإن شاء الله تنال اعجاب الجميع يعني. وبنرحب بالمواهب اللي معانا. اهلا بيك استاذ يوسف. اهلا بيك استاذ ايات. اهلا بيك استاذ علام. اهلا. نبدا بحضرتك استاذ يوسف، هتقدم لنا ايه النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله هتم قران. طيب عرفنا بنفسك. حضرتك انا اسمي يوسف سيد يوسف جباره من قريه الالك بمحافظه اليوبي. تمام، حضرتك هتطلع علينا ايه النهارده ان شاء الله؟ من سوره الفرقان ان شاء الله، الايه رقم 20. تمام اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله العظيم. أحسنت. مع الموهبة الثانية أستاذ علام، حضرتك عرفنا بنفسك. علام محمد عبد المجيد محافظة سوهاج. الصوت بس عليه شوية. علام محمد عبد المجيد محافظة سوهاج. هتقدم لنا إيه النهاردة أستاذ علام إن شاء الله؟ شعر كده، قصيدة بعنوان شخص حزين. اتفضل. تمام. القصيدة بتقول: أنا شخص حزين، الناس كلها شايفاني بضحك ولكن الضحك ما بيزورنيش. أنا شايف الضحك بعيد عني وبعيد كل اللي حصل لي. القهوة مش بتسكن جرح، القهوة تملي بتخدعني وتغير كل شعور جوايا. يا حكاية ومتروكة في روح إنسان ميت لكن سهران، بيشخبط إحساسه الزايف
قصة بتتفصل على جسمي، قصة بتحصل لي يوميا، قصة بتتفصل بالملي، قصة أحزان سكنت فيا جرائية حزن، كأنك حالف ما تفارق وتعيش جرائية حب يا غدار، تدخل جوانا وبدون سلام أو حتى يدوب تبعت إنذار. عايش محتار، عايش محتار بين كل الناس، الناي بيعيط على جرحي من شخص كان روحي. أنا شخص حزين لكن بضحك، بضحك بدموع على جروحي. لو مرة زمان شفتك صدفة فأنا بلعن دلوقتي الصدفة اللي جمعتني بأراضيكي. يقابلني فلان يسأل عنك، يقابلني فلان يسأل عنك وأنا أقول جاية، بكرة هتيجي وبيجي بكرة وبيعدي ويعدي بعده وكمان بعده، وأنا بوهم نفسي إنك جاية لكن دايما باخد القهوة كبديل، والقهوة بتشربني زيادة والضحكة بدونك سادة، والقهوة بتشكيلي منك وتقول ارحم دمك، دمك محروق من كتر أحزان سكنت جواه. بشوفك جوا فنجاني وتشوف الحزن على وشي، أجي أشرب عليكي بتبصي، بضحك على نفسي وأقول القهوة لو زيادة زي أي حاجة زيادة بتبوظ، زي المشي والمشاوير في شوارع الذاكرة، زي المشي على الصراط لو بس اختل ميزان حسناتك النار هتكون المأوى ليك. أنا مش مختل، أنا شخص حزين، ده أنا قلبي اتجرح 100 مرة ومحدش حس بأوجاعي ومحدش شلني في أحزاني، وأنا قلبي أكيد مش ركن الناس جاية مسافرة. أنا يمكن أكتر واحد أحس أو أكتر حد حزين بينكم، أنا قلبي اتزل معاكم لكن هيفضل حر. يا حياتي بتهد ليه فيا وأنا عايش بسيط مسالم، بتجيب الحرب ليا وأنا جندي مقيم بين حب الناس والعزلة، عايش وحيد بينكم بزعل قوي منكم لكن بحب الناس والناس ما بتحبش، بقعد وحيد واشرب سجارة وانفخ الدخان واشوف في خيالي كل شخص اتخان. وفي حاجة أخيرة هقولها لازم تفهمها وتعقلها، في أي علاقة بين طرفين في دايما واحد بيكون متمسك والتاني بيتساب وبيمشي، وأنا دايما بكون الطرف المتمسك وقت ما بتساب. شكرا. شكرا لك أستاذ علام. شكرا لكم. نبدأ بأستاذ علام الأول وبعد كده نرجع تاني للأستاذ يوسف. محتاج إنك أنت تقرأ وتسمع علشان النغمة تثبت في ودنك أكتر، علشان طول ما أنت ماشي في القصيدة ما توحش منك وترجع تاني تكمل. لكن أحسنت، خامة كويسة واشتغل عليها إن شاء الله تبقى حاجة جميلة جدا. بالنسبة لأستاذ يوسف يعني صوتك مريح، مؤثر جدا، بيدخل للقلب جدا، يعني فعلا الصوت بيدخل قلبك وبعد كده انت بتستريح نفسيا وبتبقى ريلاكس خالص. يعني اتمنى اشوفك مره تاني وتالت واسمعك كتير باذن الله. شكرا لك استاذ يوسف. شكرا استاذ علام. ونقدم المواهب الجديدة معانا إن شاء الله. هنستقبل أستاذ رمضان، أستاذ محمود، وبتاع دوات إن شاء الله. يعني جميل قوي اللي عمله أستاذ علام، إنه خلط القهوة بالكلام عن التشبيهات حبيبة. جميلة، لكن هو يعني في فرط من المجهود عشان يعمل تشبيه. الكتابة سلسة ومرنة، بس هو جميل ان القهوه كانها بتحكي له، هو بيحكي لها، وان القهوه بتكلمه هو بيتكلمها. هو فرض على نفسه ان هو يجيب التشبيه ده. يعني بقى القصيده في اوقات كتير من القصيده كان التشبيه سلس معاه ومرن، فكان ماشي براحته خالص وبيتحكم في الموسيقى براحته. لما بدا يفرض التشبيه بتاعه، ايوه، بس برضه هو كلامه عن القهوه وكلامه عن ان القهوه بتحكي له وان القهوه بتقول له، ده كلام يعني صراحه الموضوع عجبني.
هي قصيدة جميلة، أتمنى أن يتحسن إن شاء الله بزيادة القراءة والمتابعة في الكتابة إن شاء الله. ونستقبل المواهب الجديدة. أهلا بك أستاذ رمضان. أهلا بك أستاذ محمود. عرفنا حضرنا بنفسك أستاذ رمضان. المايك. رمضان محمود من محافظة السويس، إلقاء شعر. تمام، حضرتك هتقدم لنا إيه؟ أقدم حاجة عن ذكر النبي كده إن شاء الله. تمام. على ذكر النبي العدنان يحلى الكلام، نبدأ كلامنا على الحبيب بالصلاة والسلام، القلب يفرح والروح تطيب على ذكر النبي العدنان، خير الأنام مسك الختام وجيع على الدنيا بسلام، وفي غار حراء جبريل نداه افرح يا طه ده انت عالي في المقام، وجوه الغار ربه وحماه لما اصطفاه سكن على بابه الحمام، والعنكبوت غزل الخيول كأنه عايش من زمان، المصطفى صلوا عليه يا رب يوم يجمعنا بيه ويوم القيامة يكون شفاعنا وفي الجنة نشرب من ايديه، المصطفى صلوا عليه ده الشمس نورها من عينيه والقمر جنب جمال سيدنا النبي كان يسوى ايه، دي الجنة مفتوحة بايديه المصطفى صلوا عليه، ده لقبه كان صادق امين وكان بيعطف على اليتيم وبكل اهله كان رحيم، صلوا على طه الكريم المصطفى صلوا عليه، حبه شفاء من كل داء حبه في قلبي كالدواء رفعوا اليه رب السماء، صلى بكل الانبياء صلاته رحمه مش شقاء المصطفى صلوا عليه، يا ريتني كنت قابلته يوم ما كانش قلبي شال هموم على حب طه بنام واقوم المصطفى صلوا عليه، لا تحزن يا محمد ان قالوا عنك ساحر او قالوا عنك شاعر فانت فوق العالمين وانت السراج المنير وانت الهادي البشير وكل قلوب المسلمين تهواك، اللهم صل على سيدنا محمد. احسنت استاذ رمضان. تفضل استاذ محمود، عرفنا بنفسك. انا محمود سعيد من محافظه القليوبيه، هقدم قصيده نفسي ابقى ظابط. نفسك ايه؟ نفسك ايه؟ اسمي محمود سعيد. لا، القصيده اسمها ايه؟ القصيده اسمها نفسي ابقى ظابط للشاعر عبد الله. هو انا مستمع الاسم. تمام اتفضل. هقول لما يبقى في حد من اول ميلاده يسالوه نفسك في ايه، يقول لهم نفسي ابقى ظابط. ايوه كان باين عليه نفسه يخدم مصر يفديها بروحه، كان يلم عيال صحابه قوام يروحوا بعد ما ياخدوا العدية يشتري له بندقية يسحفوا على الأرض، قال يعني يحارب يكبروا الأولاد وتكبر في القضية، يسألوه نفسك في إيه يقول لهم نفسه أبقى ظابط، ياخد أبوه من إيده ويسلم عليه مصر لو عايزاك توكل، شوف بقالي سنين بوكل فيك وربي، روح انا استودعت ربي فيك ولاخواتك مثل، روح يا واد الله يعينك روح يا واد وارجع بطل، الولد كان متوقع انه زي ما راح هيرجع وانه لو هيموت هيبقى اللي قتله من الاجانب مش صهاينه، عمره ما كان متوقع تيجي ضربه غدر خاينه، واللي اصعب من الاجانب الديابه في كل جانب هما ما سموش عليه، مصر وقفت ليه تسمي قال لها يا مصر قومي ارسمي علمك بدمي، احضني المرة الأخيرة موتي ولا تبقي أسيرة، احضنيني قوي يا أمي احضنيني كأن عيل، عمره ما كان متخيل إن ناس تفرح في موته، عمره ما كان متخيل إن ناس تفرح في موته، بس صوته وهو بيقول الشهادة هو ده اللي اتمنى يحصل حلمه من ساعة الولادة، يا بلادي مدام هموت يبقى متلك، يا بلادي ما تزعليش من مشاكلك روحي شكلك واسعة طهرة شايفة بكرة، هبقى ذكرى وانت فاكرة هبقى سيرة وتفضلي مصر الكبيرة، هبقى صورة وبالشريطة وتفضلي مصر البسيطة اللي بتودع ولادها نظرة في كل الشوارع، واسألوا ابن اللي طالع نفسك في ايه هيقول لكم نفسي ابقى ظابط. وشكرا. جميل استاذ محمود. جميل. احسنت استاذ رمضان، احسنت استاذ محمود. نبدا بالاخير ونرجع للاول تاني.
القائك تحفه جدا. تقمصت الامر، حسيت انك عايز تعيط وانت بتلقي في اخر القصيده. هي القصيده من القصائد الجميله اللي بتعبر عن وطنيه الشاعر، وانت القيتها باحساس احساس الكاتب. بكتب بس انا اخترت يعني القصيده دي يعني عشان بحبها. وتاثره فيها كان تاثرك فيها. بكتب برضه انا وكده بس انا المايك معاك، المايك اتكلم. انا يعني بكتب شعر وكده بس انا اخترت القصيده يعني دي بالذات. احسنت في القائها جدا استاذنا، احسنت في يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، احسنت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بس ليا تعقيب صغير على المقطوعه الاخيره خالص اللي هي الختام من الاخر بيتين بالفصحى، فيعني كملها عاميه تمام عشان تبقى نهايتها الاخر، لان الفصحى طبعا محتاجه وزن والبيتين الاخر كانوا بدون وزن. بس نفيد حتى لا تخل بال في شعراء كتير بيعملوا دمج بين الدمج الفصحى، الدمج ما بين الفصحى والعاميه بيحتاج انك انت تكون ضابط النغمه بتاعه الابيات مع نغمه العاميه اللي موجوده. تمام، وهي فكره القصيده الجميله جدا. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يعني باذن الله. ألف شكر لحضرتك يا أستاذ رمضان، ألف شكر لحضرتك يا أستاذ محمود، شرفتونا. جميل المواهب اللي بتتعرض معانا، وبصراحة كلهم جايين من مشاوير بعيدة، السويس واسكندرية وسوهاج، يعني إن هم جايين كل دوت عشان يتعبوا ويظهروا المواهب بتاعتهم ويقولوا كلمة عندهم، ده حاجة جميلة جدا. صاحب الموهبة دايما يعني اللي عنده شغف ان هو يظهر موهبته ما بيهموش المسافة قد ما يكون مبسوط ان هو ظهر بموهبته وطلع بيها. بس انا مبسوط النهاردة بالموهبة الموجودة. هي موهبة بصراحة كلها جميلة وكلها احسن من بعض وكلها فيها تشبيهات وحاجات كويسة جدا، وفي تنوع في تنوع في بينهم وبين بعض، تنوع قيم جدا. وبنستقبل الموهبة الأخيرة معنا، يوسف. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله. علي صوتك؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ 14. انت حافظ القرآن كله يوسف؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك. مين اللي ساعدك ان انت تحفظ القرآن؟ بابا وماما. وفي مش شيخ معين انت ماشي معاه؟ اسمه الشيخ سليمان حلاوة. تمام. طبعا يا جماعه موهبه يوسف اللهم بارك تستحق الاطراء، ويوسف من الناس اللي استوقفتني جدا، ويعني انا حبيت ان هو يكون معانا موجود لان هو يستحق طبعا ان هو يظهر جدا، ويعني موهبه صراحه تستحق الفخر وتستحق السعاده ان هي موجوده معانا. انت بتحفظ القران ازاي يوسف؟ انا كنت بحفظ، كنت بجيب التليفون كنت بحفظ سمع. تمام، بتحفظ سميع يعني بالتلقي. لما ختمت القران لما في الاجازه بقى كنت بتعود اكبر الاحكام. يعني انت مجاز؟ الحمد لله ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك يا رب حبيبي. طيب وانت برضو في مدرسه؟ كنت اجاز عام وفي اولى مع القراءات. ما شاء الله، يعني مع القراءات كمان. اللهم بارك يا جماعه، والله يعني ربنا يبارك فيك ويبارك في اهلك. انا مبسوط بيوسف جدا على فكره، انا مبسوط جدا ان هو موجود معانا والله. طب هتسمعني ايه النهارده يا يوسف ان شاء الله؟ ان شاء الله اخر البقره. اخر البقره؟ طيب اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل
شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أحسنت يا يوسف، أوجه له كلمة سريعة يا دكتور خالد. صدق الله العظيم، أحسنت، أنا مبسوط بيك حد الخيال فعلا، يعني ما شاء الله إجازة وصوت عزب وأحكام، يعني ما شاء الله، يعني تبارك الله، ربنا يبارك فيك يا رب كده، ونشوفك دايما في كل الأماكن وكل القنوات يا رب كده. إحنا يوسف عايزينك تستمر، واحنا بنقدمك نموذج مشرف لكل الاطفال اللي معانا، وانا اتمنى اولادي يكونوا زيك اللهم بارك في اتقانك وحفظك. وانا طبعا يعني بستاذن لجنه التحكيم ان يوسف مش هخليه متسابق وان هو يحصل على جائزه، انا هخليه هو ضمن فريق التكريم اللي هيكرم معانا الناس كلها ان شاء الله، هنضمه معانا للتكريم، وانت هتكون معانا هتكرم كل المتسابقين، لان انت مثل يحتذى به، واحنا بنقدمك عايزينك يعني كل الناس تكون زيك، واتمنى ان شاء الله اشوف ولادي زيك كده. انا فخوره جدا بيك بصراحه. انا والله اكتر، وبشكر طبعا والدك ووالدتك على كل الجهد اللي هما بيبذلوه معاك والمشايخ اللي بتتعب معاك، واستمر ان شاء الله نشوفك شيخ كبير ونستضيفك معانا كتير ان شاء الله، مش هيبقى ده اول لقاء بينا. اكيد هنستضيفه كتير تاني ان شاء الله. تختم حضرتك بقى الحلقه يا دكتور خالد. مش نختم وختامه في مسك فعلا، وان شاء الله نتقابل تاني في حلقات تاني بيكون مواهب كمان، اتمنى نشوف مواهب تاني زي يوسف، ونشوف مواهب كل الناس سواء كانت شعر او مواهب صوتيه، قران او انشاد. نشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. انتظرونا ان شاء الله الحلقات الجايه مع مواهب جديده ان شاء الله في برنامج زادرين. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.